السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل امتحان محافظة البحيرة رياضيات بحتة لطلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي وعلمي. محافظة البحيرة هي المحافظة العاشرة من نماذج امتحانات المحافظات الخاصة بكراسة المعاصر النسخة الجديدة نسخة 2024، وهي المحافظة دي يا باشمهندس موجودة صفحة 83. بفضل الله حلينا امتحانات المحافظات سواء بحتة وتطبيقية 9 و9. ان شاء الله النهارده هنزل لك العشره بحته والعشره تطبيقيه ومكملين باذن الله. قلت لك هنزل لك الاختبارات كلها لحد قبل الامتحان ان شاء الله. لو انت اول مره شفتنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. خلينا نفكرك ان امتحانات المحافظات كلها موجوده في قائمه تشغيل خاصه بيها، تقدر تلاقي القوائم دي في قائمه تشغيل خاصه بالقناه باسم حل امتحانات المحافظات ثانيه ثانوي الترم الثاني 2024. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. السؤال الأول بيقول لي إذا كان مجموع نون حد ن الأولى من المتتبع حسابية بيعطى بالقانون ج ن بيساوي 12 ن ناقص ن تربيع فإن الحد الرابع. إحنا قلنا يا باشمهندس لو أنا معايا قانون للمجموع فالحد الرابع عبارة عن إيه؟ عبارة عن ج 4 اللي هو مجموع أول 4 حدود ناقص ج 3. ما أنا لو جمعت أول 4 حدود وجمعت أول 3 حدود وطرحتهم من بعض يديني الحد الرابع. طيب ج 4 هنعوض عن القانون عن ن ب 4 يبقى دي عبارة عن 12 في 4 ناقص ن تربيع يبقى 4 تربيع ناقص ج 3 عبارة عن 12 في 3 ناقص 3 تربيع، معوض مرة عن ن ب 4 ومرة عن ن بكام؟ ب 3. 12 في 4 ب 48 و 4 تربيع ب 16، 48 ناقص 16 يبقى بإذن الله 32 ناقص 12 في 3 ب 36 ناقص 63 ب 9، 36 ناقص 9 يبقى كام؟ 27. حلو جدا. 32 ناقص 27 بإذن الله كام؟ 5. يبقى الإجابة بتاعت 5 يا باشمهندس، ويبقى بالنسبة لي الاختيار ب هو الاختيار إيه؟ الصح. طيب رقم 2 بيقول لي تكامل 1 على 1 ناقص الجا تربيع، فديك التكامل 1 على 1 ناقص الجا تربيع عبارة عن جتا تربيع من المتطابقات. آدي التكامل 1 على جتا تربيع، أو الجتا تربيع بتطلع فوق تبقى قا تربيع س. الكلام ده بالنسبة للدال س، والله تكامل القا تربيع دي سهلة جدا اللي هي الظا س، يبقى بالنسبة لي الاختيار د هو الاختيار ايه؟ الصح. رقم 3 بيقول لي إذا كان جا س جتا 25 زائد جتا س جا 25 بواحد، جا جتا جتا جا ده قانون الجا. الزاوية الأولى اللي هي س نفس الإشارة موجب الزاوية الثانية اللي هي 25، الكلام ده بيساوي 1. شفت ساين واحد تطلع الزاوية دي يا باشمهندس اللي هي س زائد 25 بيساوي 90. ليه؟ لأن جا 90 بيساوي كام؟ بيساوي الواحد. هنودي دي، يبقى إذا قيمة الس ب 90 ناقص 25 يعني 65 درجة. قال لي فإن قيمة المقدار جتا س يعني جتا 65، جتا 20 زائد جا س اللي هي جا 65 جا 20. والله جتا جتا جا جا ده قانون الجتا. الزاوية الأولى اسمها 65، هنا بقى بعكس الإشارة الموجب يبقى سالب، والزاوية التانية 20، يبقى دي عبارة عن جتا 65 ناقص 20 اللي هي 45، وجتا 45 بجذر 2 على 2 أو 1 على جذر 2، جذر 2 على 2 موجودة اللي هي بإذن الله الاختيار إيه؟ الاختيار إيه؟ السؤال رقم 4 بيقول لي إذا كان الدال س بتساوي جذر س تكعيب فإن ده الشرط 4. والله ممكن نظبط دال س، آدي س هاخد الأس اللي جوه 3 على دليل جذر اللي هو 2. يبقى دال شرطة س هنزل الأس 3 على 2 هكتب الس أقلل الأس 1، 3 على 2 اللي هي 1.5 لما أقلل منها 1 تبقى نص. تمام كده؟ تمام وزي الفل. يبقى أنا كده جبت دال شرطة س. طب هو عايز مني دال شرطة 4، يبقى 3 على 2 في 4 أس نص ب 2، يبقى دي 3 على 2 4 أس نص اللي هو جذر ال 4 ب 2، هشيل ال 2 دي مع ال 2 دي يبقى الناتج كام؟ 3. يبقى إذا الإجابة بتاعتي 3، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار إيه؟ الصح. السؤال 15 بيقول لي 12 لام ر زائد 1 على 11 لام ر. والله أنا لو فكيت دي هتبقى عبارة عن مضروب اللي فوق اللي هو ال 12 على مضروب الفرق اللي هو 12 ناقص ر ناقص 1. قلنا الفرق بغير الإشارات اللي تحت، فدي سالب ر دي سالب 1. إيه الكلام ده على 11 لام ر مضروب اللي فوق اللي هو 11 على مضروب الفرق اللي هو مضروب 11 ناقص ر. دي أكبر من دي بواحدة صح؟ فأنا هطلع ال 12 بره ويفضل لي مضروب 11، وهنا 12 ناقص 1 11، يبقى ده مضروب 11 ناقص ر. والله هقلب العلى فيه وشقلب الكسر ده، يبقى ده مضروب 11 ناقص ر
على مضروب ال 11، شيل دي مع دي ودي مع دي، يفضل لي في الاخير كام؟ 12. يبقى اذا قيمه المقدار ده ب 12، يبقى بالنسبه لي الاختيار ا هو الصح. السؤال رقم 6 بيقول لي اذا كان التغير في الداله د بيساوي 10 عندما تتغير س من 5 الى 7. التغير في الداله اللي هو تاء ه قال لك بيساوي 10. عندما تتغير س من 5 الى 7 فان متوسط التغير، ما متوسط التغير عباره عن داله التغير اللي هو ت ه على التغير اللي هو ه. طب ما انت قلت لي ان ت ه اللي هو التغير ب 10، طب التاء ه او الهاء عباره عن داله التاني ناقص الاول، يعني 7 ناقص 5 مش الداله، العدد التاني ناقص العدد الاول. يبقى دي عباره عن 10 على 7 ناقص 5 2، 10 على 2 فيها الخمس، يبقى الاجابه بتاعتي 5 ويبقى الاختيار ج هو الصح. 7 بيقول لي من نقطة على سطح الأرض رصد رجل زاوية ارتفاع قمة مأذنة فكانت 30. قدر الرجل رصد الزاوية دي اللي هي 30، ثم صار مسافة 50 متر، مشى هنا لحد 50 متر، سمي النقطة دي أ ب ج د فتجي ده ب50، وقام رصد زاوية الارتفاع مرة تانية لقاها كام؟ لقاها 45، يبقى دي 90. دي زاوية خارجة فدي 45 ناقص 30 يبقى الزاوية دي 15. هشتغل في المثلث أ ج د، هنقول 50 على جا الزاوية اللي قصادها يبقى 50 على جا 15، هيساوي الضلع أ ج على جا الزاوية اللي قصاده جا 30. يبقى إذا الأ ج بيساوي اضرب مقص يبقى 50 جا 30 على جا 15 وسيبها. تعالى في المثلث أ ب ج، هيبقى بالنسبة لي الأ ج على جا الزاوية اللي قصاده جا 90 هيساوي أ ب اللي هو الارتفاع اللي أنا عايزه على جا الزاوية اللي قصاده جا 45، جا 90 بواحد. يبقى إذا الارتفاع بيساوي الألف جيم اللي هو 50 جا 30 على جا 15 مضروب في اللي قصاده اللي هو جا 45، ويبقى أنا كده مسألتي خلصت. يبقى أنا مود واحد 50 ساين 30 وهنا ساين 15 في ساين 45، الكلام ده هيطلع معايا بكام؟ ب 68.3، 68.3 يعني تقريبا 68، ويبقى الاختيار ب هو الصح. السؤال رقم 8 بيقول لي قيمة السمشن من ر بتساوي 1 لحد الموجب ما لا نهاية ل 64 في 2.1 تصريف. في طريقتين للحل، ان انا اتظبط دي لان القانون العام او الحد العام بتاع المتتابعة الهندسية يبقى لازم يبقى ألف ر أس ن ناقص 1، فدي 1 ناقص ر، لا انا عايز اخليها ر ناقص 1 فاخد سالب عام المشترك. الطريقة التانية ان انت تجيب لي الحد الاول اللي هو الالف وبعدين تجيب لي الحد التاني يا باشمهندس، ويبقى ر هي الحد التاني على الحد الاول، الاثنين صح تمام. أول طريقة للتظبيط أدي الـ 64 وأدي الاتنين، لو أنا خدت سالب عامل مشترك من الأس فهيفضل لي ر ناقص 1، فأنا ممكن نكتبها 64 واتنين أس سالب 1 اللي هي بالنسبة لي نص أس ر ناقص 1. دي كده بقت شبه الحد العام بتاع المتتابعة الهندسية، يبقى الألف هنا بـ 64 ويبقى الر اللي هي جوه القوس بنص. قلت لك الطريقة التانية هتعور عن الر بواحد، يبقى 64 أس صفر في 2 أس صفر و 64، وبعدين تعور عن الر ب 2 وتحسب هيطلع معاك الر بنص لما تقسم الحد التاني على الحد الاول خلاص. ولكن دي سهله برضه، يبقى ج ما لا نهايه عباره عن الف على 1 ناقص الر، يعني 64 على 1 ناقص الر اللي 1 ناقص نص، يعني 64 على النص، يعني 64 في 2 ب 128. يبقى الاجابه بتاعتي باذن الله 128 اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار ايه؟ خلاص كده خلصنا الجزء ده، تعالى نشوف اللي بعده. السؤال رقم 9 بيقول لي تكامل 4 س تربيع ناقص 12 س زائد 9 لكل اس 3. قلنا لما نلاقي قوس جواه 3 حدود ومرفوع لاس كبير يعني بنسبه 90% هيبقى مربع كامل. فدي تكامل، ده هيبقى مربع كامل، واقول له الكلام ده كله اس كام؟ اس 3. جذر ال 4 2 وجذر س تربيع ب س نفس الاشاره سالب، وجذر ال 9 3. وفعلا لو فكيت ده هيديك ده. طب دول اسين فوق بعض يتضربوا في بعض يبقى ده تكامل 2 س ناقص 3، وهنا 2 في 3 بكام؟ ب 6 بالنسبة لده س. بكتب القوس 2 س ناقص 3، بزود الأس 1 يبقى 7، أقسم على الأس الجديد اللي هو 7 في معامل السين لأنها دالة خطين. هنا 7 على 2 يبقى دي 14، 1 على 14، وهنا 2 س ناقص 3 لكل أس 7 زائد الثابت، بس هو ده التكامل بتاعي. يبقى 1 على 14 في 2 س ناقص 3 لكل أس 7 اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار ده. السؤال رقم 10 بيقول لي إذا كان نون لام ر ب 336 نون قاف ر ب 56 عايز مضروب نون ناقص ر. طب ركز كده معايا يا باشمهندس، الموضوع سهل. دلوقتي يا باشمهندس لو أنا عارف المعلومة اللي هي نون لام ر اللي هي التبديلة بتساوي التوفيقة بتاعتها نون قاف ر في مضروب اللي تحت اللي هو مضروب ر،
انت عندك النون لام ر ب 336 بيساوي نون قاف ر ب 56 في مضروب ال ر، هقسم هنا على 56 وهنا على 56، ده هتروح يطلع ان مضروب ال ر ب 6، والستة دي اللي هي عبارة عن مضروب التلاتة، يبقى إذا ال ر بتساوي كام؟ ال ر بتساوي 3. خلاص كلام جميل. لو عوضت هنا يبقى دي نون لام ر، يعني نون لام 3 بيساوي 336. تلات أعداد متتالية حاصل ضربهم 336، دي معروفة اللي هي 8 في 7 في 6، يبقى النون هو العدد الكبير اللي فوق، يبقى النون بيساوي 8. وعايز منه مضروب نون ناقص ر، يعني 8 ناقص 3 اللي هي مضروب الخمسة، مضروب الخمسة ب 120. يبقى إذا الإجابة بتاعتي 120 اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار أ. السؤال رقم 11 بيقول لي إذا كان ظا أ زائد ظا ب بجذر 3، ظا أ زائد ظا ب على 1 ناقص ظا أ ظا ب بجذر 3، عايز أ زائد ب، مش ده قانون الظا؟ آه ده ظا. الزاوية الأولى اللي هي أ نفس شرط البسط زائد الزاوية التانية اللي هي ب بيساوي جذر 3. شيفت تان جذر 3 تطلع الزاوية ب 60. أنا عارف إن في زاوية تانية في الربع التالت اللي هي كام؟ اللي هي 240، بس هو قال لي زاويتين حد تاني، يبقى أنا هاخد مين؟ هاخد ال 60. يعني بالنسبة لي بإذن الله الاختيار د هو الصح. السؤال رقم 12 بيقول لي متتبعة هندسية جمع حدودها موجبة الحد الخامس أ ر أس 4 ناقص الحد الرابع أ ر أس 3 27. هناخد الأ ر أس 3 عامل مشترك، فبيضل ر ناقص الواحد بيساوي 27. طيب بيقول الحد الرابع أ ر أس 3 ناقص الحد الثاني اللي هو أ ر، الكلام ده بيساوي 12. هناخد الأ ر عامل مشترك، فبيضل ر تربيع ناقص واحد بيساوي 12. طب ادي الألف ر ور تربيع ناقص واحد اللي هي ر ناقص واحد في ر زائد الواحد، الكلام ده بيساوي 12. تعالى نقسم المعادلتين وركز بقى، ألف على ألف بما فيش، ر أس 3 على ر ر تربيع، ر ناقص واحد تروح مع ر ناقص واحد يفضل ر زائد واحد في المقام، يبقى هنا ر زائد واحد بيساوي 27 على 12، على 3 فيها 9 على 3 فيها الأربعة، نضرب مقص يبقى الأربعة ر تربيع بيساوي 9 ر زائد 9. هنودي الاتنين دول الناحية التانية، يبقى 4 ر تربيع ناقص 9 ر ناقص 9 بيساوي صفر. ما تتعبش نفسك خالص وحلل على الآلة، مود 5 3 4 سالب 9 سالب 9 يطلع يا إما ر ب 3 يا إما بسالب 3 على 4، يبقى يا إما ر ب 3 يا إما ر بسالب 3 على 4، وده مرفوض لأن أقل حدودها موجبة، إذا ر بكام؟ ب 3. تعالى نعوض بقى في أي معادلة عشان نحسب قيمة الألف، تمام؟ تعالى نعوض في ده، أ في ر يبقى 3000 في ر ناقص واحد يبقى 3 ناقص واحد اللي هي 2 في ر زائد واحد اللي هي 3 زائد واحد 4، الكلام ده بيساوي 12. خلي بالك 3 في 4 ب 12، هتعمل ال 12 دي يبقى ال 2 أ بيساوي 1، هنا على 2 هنا على 2، يبقى إذا قيمة الألف بنص. يبقى أنا كده وصلت إن الألف بنص، هو عايز الحد الأول اللي هو الألف يبقى قيمته بتساوي نص يا باشمهندس. خلاص محافظة على فكرة، فيها شغل كويس جدا جدا. السؤال رقم 13 بيقول لي أكبر عدد من الحدود يمكن أخذه من المتتبعة تعمل الحد الأول ليكون المجموع موجب، وعايز مني ج ن يكون أكبر من الصفر. طب ما هو ج منين قانون ن على الاتنين في اتنين أ زائد ن ناقص الواحد مضروب في الدال، مش دي حسابية؟ أه حسابية. ليه؟ 25 بقت 21 نقصت 4، 21 بقت 7 نقصت برضه 4، إيه الكلام ده؟ عايزه أكبر من الصفر. طبعا ن على الاتنين لو ضربت هنا في اتنين على ن وضربت هنا في اتنين على ن، طبعا دي مع دي ودي مع دي مش هيتغير اي حاجه لان ده صفر، فيفضل 2 ألف زائد ن ناقص الواحد مضروب في الدال اكبر من الصفر. طب هنا الالف بكام؟ الالف ب 25. طب الدال اي حد ناقص اللي قبله، 21 ناقص 25 يبقى سالب 4، 2 ألف يعني 2 في 25 ب 50، سالب 4 يبقى سالب 4 في ن ناقص الواحد اكبر من الصفر، اودي ال 50 يبقى سالب 4 في ن ناقص الواحد اكبر من سالب 50، هقسم على سالب 4، ده هتروح يبقى ن ناقص الواحد. المتباين هتتغير لأن قسمت على سالب، سالب 50 على سالب 4 ب 12 وربع، هنودي دي يبقى إذا النون أقل من 12 وربع زائد 1 يعني 13 بكام؟ 13 ولا 12 ونص؟ 12 ونص، 12 ونص، 12 ونص 25 يبقى دي 12 ونص، يبقى النون أقل من 13 ونص يعني النون بيساوي 13، يبقى عشان المجموع بيبقى موجب أنا هاخد أول 13، يعني بالنسبة لي الاختيار ب هو الاختيار إيه؟ الصح. رقم 14 بيقول لي 2 جتا تربيع باي على 2 ناقص ن ناقص 1. هفكرك بحاجه، مش انت عارف ان 2 جتا تربيع س ناقص 1 عباره عن قانون الجتا لضعف الزاويه لضعف السين اللي هو 2 س؟ فده نفس الفكره، 2 جتا تربيع وزاويه ناقص 1 يبقى ده عباره عن جتا
ده في الزاوية، يعني الزاوية اللي هي باي على 2 ناقص س اضربها في كام؟ اضربها في 2، يبقى ده عبارة عن جتا. ركز معايا، 2 في باي على 2 يبقى بالنسبة لي باي ناقص س في الاتنين ب2 س. 180 ناقص في ربع التاني والجتا في ربع التاني سالبة، وال180 ما بتغيرش، يبقى دي سالب جتا 2 س اللي ممكن نفكها بالقوانين، ولكن موجود هنا سالب جتا 2 س اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. السؤال 15 بيقول لي إذا كان 20 ق 5 ر بيساوي 20 ق 2 ر ناقص 8، فإن ر زائد 4 كف ر. اللي فوق بيساوي اللي فوق احتمالين، يا اللي تحت بيساوي اللي تحت، إن 5 ر بيساوي 2 ر ناقص 8، أو مجموع اللي تحت 5 ر و2 ر اللي هي 7 ر ناقص 8 بيساوي اللي فوق اللي هو 20. تعالى نحل، لو جبت الاتنين ر هنا يبقى 5 ر ناقص 2 ر ب3 ر بيساوي سالب 8، هنا على 3 هنا على 3 ر بتساوي سالب 8 على 3، طبعا ده مرفوض. خلاص؟ طيب هنودي دي هنا، يبقى السبعة ر 28 اقسم على السبعة يبقى ال ر بكام؟ بأربعة. يبقى أنا عرفت إن ال ر بأربعة، هو عايز ر زائد أربعة، يبقى أربعة زائد أربعة اللي هي 8 ق 4. تعالى نحسبها سريعا بالآلة، 8 شفت على 4 تطلع 70، يبقى إذا الإجابة بتاعتي 70 اللي هي الاختيار إيه؟ الاختيار ج. السؤال 16 بيقول لي في أي متتبع حسابية ح ن بيكون الحد 45 زائد الحد 51 على الحد 48. بص معايا هقول لك حاجة بسيطة، أو حد 45، حد 46، حد 47، حد 48، حد 49، حد 50، حد 51. لما أجي أقول لك الحد 45 زائد الحد 51، احنا عارفين إن 2 من الوسط بيديك مجموع الأطراف، يعني 2 من الحد 48 بيساوي الحد 45 زائد الحد 51. يبقى انا ممكن اشيل الاثنين فوق دول ويبقى 2 ح 48 على ح 48، دي هتروح معايا يبقى بيساوي 2. دي طريقه عشان الناس اللي فاهمه، الطريقه التقليديه هتفك لي الحد ال 45 ل ا زائد 44 د، والحد ال 51 ا زائد ال 50 د، على الحد 48 اللي هو ا زائد 47 د. هتفك دي كده وتختصر تطلع برضو ب2، ولكن انا بدي لك الحل المش تقليدي هيفيدك يا باشمهندس. خلاص، يعني بالنسبه لي الاختيار د هو الصح. السؤال 17 بيقول لي عدد طرق تكوين عدد من رقمين مختلفين من مجموعة الأرقام دي، رقمين مختلفين يبقى أنت معاك أحاد ومعاك عشرات، الأعداد 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. لو أنا افترضت إن أنا خدت واحد من الأحاد، طبعا الأحاد أنا ممكن أعوض منهم كلهم، يبقى ده خمس طرق فيه. لو خدت واحد من الأحاد ما ينفعش أستخدمه في العشرات، لأن عدد قال لي رقمين مختلفين، يبقى إما الاثنين الثلاثة الأربعة الخمسة، فدول أربع اختيارات. يبقى عدد طرق التكوين 5 في 4 ب 20، يبقى انا معايا 20 طريقه ان كل رقم ليا باشمهندس اربع احتمالات بس، يعني الواحد لاربع احتمالات، الاثنين لاربع احتمالات، الثلاثه لاربع احتمالات، وهكذا، فتلاقي ان انت معاك 20 طريقه. 18 بيقول لي عدد الحدود اللي لازم اخذها من المتتبع الهندسيه دي ابتداء من الحد الاول ليكون المجموع كذا. طب انت الوقت معاك الالف بكام؟ ب3، ومعاك الر 6 على 3 فعل 2. طب ما انا عارف ان ج ن بيساوي الف في ر أس ن ناقص 1 على ر ناقص 1. طب أنت عايز المجموع 381 بيساوي الألف اللي هو 3 في ر أس ن، يعني 2 أس ن ناقص 1 على ر ناقص 1، 2 ناقص 1 ملهاش أي لازمة. هنا على 3 فعل 1، على 3 أدي 1 2 7، يبقى 2 أس ن ناقص 1 ب127، وأدي دي يبقى الـ 2 ن ب128، وال 128 اللي هي 2 أس 7، أساس بيساوي أساس، يبقى الأس بيساوي الأس. يبقى اذا قيمة النون بكام؟ قيمة النون بتساوي 7، ويبقى بالنسبة لي الاختيار ألف هو الاختيار ايه؟ الصح. خلاص؟ كده يا باشمهندس بفضل الله خلصنا الجزء ده، تعال نشوف الجزء اللي بعده. السؤال رقم 19 بيقول لي إذا كانت دالة س عبارة عن الدالة دي ودي دالة مجزأة المجال قابلة للاشتقاق عند س بيساوي سالب 2 فإن ك ناقص 100. قابلة للاشتقاق يبقى الدالة دي متصلة. معنى ان هي متصله يبقى داله سالب 2 يمين بتساوي داله السالب 2 شمال. تعال نعوض كده عن س بسالب 2، فسالب 2 تربيع ب 4 في ك، يبقى 4 ك زائد 6 هيساوي، اعوض هنا في سالب 2 يبقى 5 في سالب 2 بسالب 10 زائد ال 4 م. تمام قوي وزي الفل. لو انا جبت دي هنا يبقى 4 ك ناقص ال 4 م، وجبت ال 6 هنا يبقى سالب 6 وسالب 10 سالب 16. تعالى نقسم المعادلة كلها على 4، 4 ك على 4 بكاف ناقص 4 م على 4 بم، سالب 16 على 4 بسالب 4، يبقى ك ناقص م بيساوي سالب 4 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ج. السؤال 20 بيقول المتتبع الذي حدها ن ح ن بيساوي 1 على ن ناقص 1 حيث ن تنطمس صادر موجبة متتبع ايه؟
تعال نجيب الحد الأول. الحد الأول 1 على 1 ناقص 1، اللي هو يبقى بالنسبة لي 0. طب الحد التاني يبقى 1 على 2 ناقص 1، نص ناقص 1 بسالب نص بقت باينة. تعال نجيب التالت، يبقى 1 على 3 ناقص 1 بسالب 2 على 3. طبعا المتتابعة بتاعتي من صفر وعمالة تقل، يبقى هنا بالنسبة لي متتابعة تناقصية، اللي هو بالنسبة لي الاختيار ايه؟ الاختيار ب. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 21 بيقول لي في المثلث ا ب ج جا جتا جتا جا، ده قانون الجا. الزاوية الأولى اسمها أ زائد ب على 2، نفس الإشارة زائد الزاوية التانية اسمها ج على ال 2، يبقى ده عبارة عن جتا. المقام بتوحد ب2 واجمع البسط أ زائد ب زائد ج. طب ما ده مثلث يبقى أ زائد ب زائد ج ب180، يبقى دي ك 180 على 2 ب90، وده 90 بيساوي 1، يبقى قيمة المقدار ده ب1، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ا. السؤال رقم 22 بيقول له نون زائد 3 لام ر بيساوي نون زائد 3 في نون زائد 2 في نون زائد 1 لحد 8. احنا عارفين اصلا من التباديل نون لام ر بيساوي نون وببدا اقل، نون ناقص 1 ببدا اقل، نون ناقص 2 وبفضل ماشي لحد الحد الاخير، يبقى نون ناقص ر زائد 1، اللي فوق ناقص تحت زائد 1. طب ما هنا هو عمل نفس الفكره دي، نون زائد 3 لام ر، فقال لك هاخد اللي فوق نون زائد 3، اقلل 1 يبقى نون زائد ال 2، اقلل 1 يبقى نون زائد 1، وفضل ماشي لحد 8. طب ما انت جدع، ما انت قلت لي ان اخر واحد عباره عن اللي فوق اللي هو نون زائد 3 ناقص اللي تحت اللي هو ناقص ر زائد 1، الكلام ده قال لك ب8. حلو جدا، 3 و1 4، هنوديها الناحيه الثانيه، يبقى نون ناقص ر 8 ناقص 4 ب4. طب انت عايز ايه؟ انا عايز الر، خلاص هجيب الر هنا تبقى ر، واجيب الاربعه هنا يبقى عباره عن نون ناقص الاربعه، يبقى اذا قيمه الر بنون ناقص الاربعه، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ايه؟ السؤال ده جميل جدا جدا يا باشمهندس، وفكرته كويسة ومختلفة عن اللي حليناه في الامتحانات. السؤال رقم 23 بيقول لي إذا كان ص بيساوي س زائد ك أس 3، عايز د ص د س 12 عند س بيساوي 0. هنبدأ نجيب د ص د س، هنزل الأس 3، هكتب القوس س زائد الكاف وأقلل من الأس 1. مشتق بما بداخل القوس بواحد فمش هتفرق معايا. قال لي إن الكلام ده بيساوي 12 لما أتعور عن السين بصفر. لما اعور عن السين بصفر ده هتروح، يبقى دي 3 ك تربيع ب 12 على 3 في 1 على 3 في 4، يبقى ك تربيع ب 4. هاخد جذر هنا وجذر هنا، جذر شيل الاس يبقى ك، الاس زوجي موجب وسالب وجذر ال 4 2، يبقى بالنسبه لي موجب او سالب 2، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار د يا باشمهندس. خلاص كلام جميل جدا وزي الفل، تعال نشوف اللي بعده. 24 بيقول لي اذا كان ن في مضروب ب 2 ن ناقص 1 ب 360، دي نون ودي 2 نون، فانا عايز اللي بره شبه اللي جوه، خلاص هخلي دي 2 نون مضروب 2 نون ناقص 1. انت عارف عملت ايه؟ ضربت في 2، يبقى لازم الطرف الثاني يتضرب في 2، يبقى دي 2 في 360 اللي هي 720. اللي بره اكبر من اللي جوه بواحد يخش جوه المضروب، يبقى ده مضروب 2 نون بيساوي 720، 720 مضروب ال 6، مضروب بيساوي مضروب، يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى 2 نون ب 6 هقسم على ال 2، يبقى النون بتساوي 3، يبقى اذا قيمه النون ب 3، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ده. 25 بيقول المقدار قطع تربيع س في 1 ناقص جتا 2 س. طيب سؤال جميل جدا، القطع تربيع اللي هي 1 على الجا تربيع، ده انا ممكن افك 1 ناقص جتا 2 س عباره عن ايه؟ عباره عن 1 ناقص 2 جا تربيع س. طب ليه فكيت بالقانون ده بالذات؟ ما في 3، عشان دي جا تربيع وجا تربيع احاول استفاد منه. طيب يبقى دي 1 على جا تربيع في 1 ناقص 1 زائد 2 ج تربيع س، دخلت السالب على القوس فده هيقوم طايل مع ده، فيفضل 1 على ج تربيع مضروبه في 2 ج تربيع، لما تيجي نشيل دي مع دي فيفضل ايه؟ 2، يبقى اذا الاجابه بتاعت 2 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار. السؤال 26 بيقول لي مثلث ا ب ج في ا شرطه بكذا بقى شرطه بكذا ج شرطه بكذا، فإن مساحه المثلث قلنا ممكن نستخدم صيغه هيرون، ولكن يفضل اللي انا بحبها اتاكد من حاجة إن هو قائم ولا لأ. لو أنا قلت الضلع الكبير اللي هو ج شرطة تربيع 41 تربيع، وأتأكد من أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع اللي هي 9 تربيع زائد 40 تربيع، لو طلع قائم هيريحني كتير جدا. 41 تربيع ب 1681، ومعايا يا باشمهندس 9 تربيع زائد ال 40 تربيع ب 1681، وده اللي بكلمك فيه، ده مثلث قائم، يبقى مساحته نص حاصل ضرب الضلعين الصغيرين، يبقى نص في 9 في 40، نص ال 40 20 في 9 ب 180، يبقى المساحه بتاعتي 180، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس رقم 27 بيقول لي جتا اس 4 س على 2 ناقص ج اس 4 س على 2،
والله انا ممكن احلل دي كده فرق ما بين مربعين، يبقى هنا جتا تربيع س على الاتنين، وهنا جتا تربيع س على الاتنين، هنا جتا تربيع س على الاتنين، وهنا جتا تربيع س على الاتنين، واحده موجب واحده سالب. والله جتا تربيع زائد جتا تربيع لنفس الزاويه اللي هي س على الاتنين بواحد، في جتا تربيع ناقص جتا تربيع ده قانون ضعف الزاويه بتاع الجتا. الزاويه اسمها س على الاتنين، ضعفها يبقى 2 في س على الاتنين، ده هتروح مع دي فيفضل لي جتا س. يبقى اذا قيمه المقدار ده بالجتا س اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار ده يا باشمهندس. خلاص دي كده بالنسبه لي يا باشمهندس اسئله الاختيار بالكامل. للامانه محافظه جميله وافكارها كويسه. تعال نشوف المقال. سؤال المقال الاول بيقول متتبعه حسابيه تزايديه حدها الاول اللي هو الالف بيساوي 4، حدودها الحد الثاني اللي هو دي حسابيه تمام، الحد الثاني الف زائد د، والحد الخامس ألف زائد 4 د، والحد الحداشر اللي هو ألف زائد 10 د. قال لك إن دول في تتابع هندسي، عايز المتتابعة. تتابع هندسي يبقى مربع اللي في النص اللي هو ألف زائد 4 د الكل تربيع بيساوي حاصل ضرب الأطراف اللي هو ألف زائد الدال في ألف زائد 10 د. خلاص خلي بالك أنت معاك معلومة إن الألف بكام؟ بأربعة. يبقى دي كده بأربعة، دي بأربعة، دي بأربعة. هنا انا ممكن اخد 4 عامل مشترك من القوس فيفضل لي الف زائد د لكل تربيع، بس خلي بالك ال 4 لما تطلع تاخد نفس الاس اللي هو 2، فدي لما تطلع يبقى 4 اس 2 فالف زائد د ايه؟ تربيع. تمام قوي وزي الفل. ودي عباره عن يا باشمهندس 4 زائد، طبعا احنا خدنا ال 4 عامل مشترك فيبقى دي 1، يبقى دي 1 زائد د تمام، ودي 4 زائد د في 4 زائد ال 10 د تمام. والله 4 تربيع ب 16، افتح قوس الاول تربيع بواحد، 2 في الاول في الثاني ب 2 د زائد الاخير تربيع ب د تربيع هيساوي هنا 4 في 4 ب 16، و4 في 10 د ب 40 د، وده في 4 ب 4 د، وده في 10 د ب 10 د تربيع. طب ايه رايك يا باشمهندس نعمل ايه؟ نفك دي في القوس، تعال نفكها. 16 زائد 2 في 16 ب 32 د زائد 16 د تربيع بيساوي 16 زائد 40 و4 يبقى 44 د زائد 10 د تربيع. ابدا اشيل ال 16 مع ال 16، حلو جدا. دي هنجيبها 16 ناقص 10 يبقى 6 د تربيع، ودي هنجيبها 32 ناقص 44 يبقى ناقص 12 د بيساوي الصفر. هناخد ال 6 د عامل مشترك فيفضل لي د ناقص ال 2 بيساوي صفر، يا اما الد بيساوي صفر وده مرفوض لان قال لي تزايديه، يبقى من هنا ان الد بيساوي كام؟ 2. يبقى انا كده وصلت ان الدال بتساوي كام؟ 2. طيب الالف ب4 والدال ب2، يبقى المتتابعه معايا 4 بتزيد 2 يبقى 4 6 8 10 وهكذا، هي دي المتتابعه الخاصه بتاعتك. تمام. السؤال الثاني بيقول لي عايز منك معادله المماس للمنحنى عند س بيساوي سالب 1. سهله جدا، ابدا اجيب س شرطه اللي هي ميل المماس. س اس 5 نزل ال 5 واكتب الس وقلل اس 1، وهنا 3 في 4 ب 12 س تربيع. عند السين بيساوي سالب 1، يبقى الصاد شرطة بيساوي 5 في سالب 1 أس 4 ناقص 12 في سالب 1 تربيع. سالب 1 أس 4 بواحد في 5 بخمس ناقص، خلي بالك سالب 1 تربيع بواحد ودي سالب 12، يبقى دي سالب 12، 5 ناقص 12 يبقى كام؟ يبقى سالب 7. تمام. يبقى أنا وصلت إن ميل المماس بسالب 7. يبقى المعادلة بتاعتي انا عندي الوقت س بتساوي سالب 1 يا باشمهندس، طب انا عايز النقطه اللي هي الصاد. قال لك مفيش مشكله عوض يا باشمهندس. تمام هنبدا نعوض في المعادله دي. عندي س بيساوي سالب 1 يبقى دي سالب 1 اس 5 ناقص 4 في سالب 1 اس 3 زائد 2. سالب 1 اس 5 في سالب 1، ودي سالب 4 في سالب 1 بموجب 4 زائد ال 2، دي 6 ناقص 1 ب 5، يبقى النقطه اللي انت هتعوض عنها بسالب 1 بكام؟ و 5. انت خلصت؟ ايوه. ص ناقص ال 5 على س ناقص ناقص 1 على س زائد 1 بيساوي الميل اللي هو سالب 7. نضرب مقص يبقى ص ناقص 5 بيساوي سالب 7 س ناقص 7. هنودي ده هنا يبقى 7 س زائد الصاد، ونجيب ده هنا 7 زائد 5 بيساوي ناقص 5 بيساوي 2. يبقى المعادله 7 س زائد ص موجب 2 بيساوي صفر. هي دي معادله المماس يا باشمهندس، برضه سؤال جميل جدا. خلاص دي كده يا باشمهندس نهاية محافظة البحيرة، وللأمانة من أفضل المحافظات اللي حليناها لحد دلوقتي، محافظة شاملة وفيها أفكار كويسة جدا جدا بفضل الله.
كابشمهندس انتهينا من حصة النهاردة، يعتبر المحافظة العاشرة، وإن شاء الله برضو ينزل لك العشرة التطبيقية، يبقى إحنا خلصنا 10 بحتة و10 تطبيقية بفضل الله. كده وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى إن أكون تفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. يا ريت لو استفدت اشترك في القناة وفعل زر الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفك على خير في الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام رياضيات، وشكرا جدا.